راح نجاوب عن بعض الأسئلة اللي تفيد بعض المتابعين. يقولون بعضهم أنا عندي قرآن أختم منه، بقرأ من قرآن ثاني ملازم نفس القرآن، ترى لو قرأت كملت من جوال وكملت من الآيباد ما في حرج. لكن بعضهم يقول طيب أنا لازم مصحفي اللي أنا قاعد أختم فيه القرآن هذا اللي عندي، هل هو نفسه لازم أقرأ منه ولا أقرأ من مصحف ثاني؟ ما في حرج، أهم شيء إنك تكمل. السؤال الثاني، واحدة تقول قبل رمضان كان باقي لي تقريبا 5 أجزاء أختم، هل أبدأ من جديد ولا أكمل الأمر في سعة؟ فالواحد يجتهد كثر ما يستطيع أن يقرأ من القرآن ويجتهد بالتلاوة، وهذا أجر عظيم. كان قتادة رضي الله عنه وأرضاه يختم القرآن في الأيام العادية كل أسبوع، في رمضان كل 3 أيام، في العشر الأواخر من رمضان في كل ليلة. أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، اجتهد في القرآن، اجتهدوا خلاص. يعني راح العشر الأوائل والأولى من رمضان ستنقضي، كم ختمة ختمت؟ بعضهم ختم 3 ترى للعلم. مو في يقولون انك ما تقرا باقل من 3، اي قراءه تدبر، لكن الوقت الان مو وقت تدبر واقرا تفسير كذا، التفسير والتعليم راح يكون له وقته. الان وقت جني الحسنات، تجمع الحسنات. يا رجل كان الصحابه يختمون في ليله، فانت تجتهد كثر ما تقدر انك تكون لك ختمه ختمتين 3 تجتهد في التلاوه، تجد ضياء القران في وجهك وفي رزقك وفي سعادتك. واقرا القران لتنال محبة الله تعالى وتزداد من الأجر، والحرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها، ألف لام ميم 30 حسنة، جمع من حسنات خاصة في هذا الوقت. وانت في الطريق طالع رايح للفطور ولا رايح السحور ولا رايح تصلي، وانت في الطريق قل هو الله أحد 10 مرات قصر في الجنة. السور اللي انت حافظها كررها. ساعات واحد يقول طيب أنا ما عندي وقت أني أختم القرآن، طيب وانت جالس كرر السور اللي انت حافظها. طيب أمي مو حافظ القرآن يصير أقرأ عنها ويحيى؟ لا لا لا، أقول لهم مش اللي حافظ من القرآن فاتحة، كرريها. الصور اللي حافظتها يمه كرريها بس. وعيالنا وبناتنا لا تنسوهم صغار. ها يا أنس ختمت، ها وين وصلت؟ عافية تشجيع. أقرأ القرآن وهو ماسك التليفون، يا أخي ختمت ما طيب أنت ما كنت قدوة. لازم تكون قدوة أنت قدام عيالك وقدام بناتك، قدوة أنك أنت تكون فعلا من يختم القرآن. وينشو ناشر فتيان فينا على ما كان عوده أبوه. الأم إذا كانت صالحة البنات يكون صراحة مع أمهم، وكان أبوهما صالحة جدهم السابع. فأنت كأب كن قدوة قدام عيالك، امسك القرآن، الزم، خل عنك التليفون شوي، اقعد شوي، الزم القرآن. وعيالنا راح يتأثرون في رمضاننا هذا، رمضانهم راح يكون غير. الله يذكر أيام رمضان أبوي كان يمسك القرآن يقرأ ونقرأ معه. شجع عيالك وكن قدوة حسنة، ووقفوهم إنهم مسؤولون، ستسألين أنت وتسأل هو عن هذا الولد. حتى لما تكفل يتيم قلت ترى كفلت يتيم، يلا قدام شوف اليتيم هذا أنا كفلت عشانكم، وشدوا حيلكم بالأعمال الصالحة في شهر رمضان.